بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا من قبل سنبدأ في قراءة هذا الكتاب ونشره في هذه القناة تباعا إيصال السالك في أصول الإمام مالك، وهو رصد لأصول المذهب المالكي في الفقه، لكل فقيه أصوله في الفقه، وهي كيفية استثمار الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أصول الفقه تنقسم إلى ثلاثة، هناك الأدلة أو ما يسمى بالأصول وهو موضوع كتابنا هذا، وبالمناسبة هو شرح متن لأحد الأئمة محمد بن يحيى بن المختار الولاتي، والجزء الثاني من أصول الفقه هو الكلام على الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة، الواجب يقابله المندوب والحرام يقابله المكروه، ويبقى المباح بين هاتيك الأحكام الأربعة صعودا ونزولا. فالمباح تكلم عليه الشاطبي في موافقة كلام طويل الذيول، فيرجع هناك كتاب مطبوع في دار الرشاد الحديثة كما قلنا في الدار البيضاء بالمغرب عام 14 و2000 لتاريخ النصارى 1435 بتاريخنا تاريخ المسلمين الهجري. وبالمناسبة هذا اليوم يوم المولد النبوي 12 ربيع الأول نبدأ فيه التسجيل. يقول في المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كان علم أصول الفقه من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ هو السلم الذي به تستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها النقلية والعقلية، فلا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة إلا به، أي بالأصول، إذ به يعرف النص منهما، والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والموافق والمخالف والاقتضاء والإشارة والإيماء وحقيقة الإجماع وحده وبيان شروطه وكونه حجة شرعية. معروف أن الإجماع أكثر حجية من الكتاب وحده ومن السنة وحدها ومنهما معا، هذا معروف. وبيان النطقي منه المتواترا كان أو آحادا، وبيان السكوتي منه كذلك، وكيفية السلامة من خرقه، وغيرهما من المباحث التي بها يتم تحرير الشريعة وضبطها، ولا يتأتى بدون معرفة هذا كله، لأن الفروع إنما هي أمثلة، وحقيقة الشرع وأصوله لأنها هي التي كانت موجودة قبل وجود الفروع، والفروع مستنبطة منها بالنظر والاجتهاد. أي أن الأصول هي الكتاب والسنة وما يرتبط منهما، بينما الفقه هو الفروع، والفروع معروف أنها نوازل حكم بالأحكام الخمسة على تصرفات المكلفين. فهذا ينبغي أن يكون نصب أعيننا عند من يرى أن الأصول أهم من الفقه الذي هو الفروع. فقال لك حقيقة الشرع هي أصوله، إنها كانت موجودة قبل وجود الفروع، الفروع مستنبطة منها بالنظر والاجتهاد، أي أن الفقه هو تحصيل ظن للفقيه انطلاقا من الأصول. فالمقتصر على نقل الفروع عامي لا حظ له من العلم، هذا معنى المقلد. وكتاب إيصال السالك في أصول الإمام مالك يعتبر لبنة شيدها العلامة محمد يحيى الولاتي يزين بها صرح علم أصول الفقه إلى جانب كتابيه نيل السول على مرتقى الأصول لابن عاصم، أي شرح مرتقى الأصول للإمام بن عاصم. نيل السول يعني السؤل، أي نيل السؤال، وهذا عنوان مسجوع على كل حال. والكتاب الآخر فتح الودود على مراقي السعود لعبد الله بن الحش نقيطي، الإخوان الشنقيطة من أهل العلم الراسخين كما هو معروف في الأمة، شرح فيه منظومة ابن أبي كف في الأصول المعتمدة لدى إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فقد أبدع فيه الناظم وسطع فيه نجم الشارح، فجعله رحمه الله زادا للمبتدئ يفتح له أفاق علم الأصول، وأداة للمنتهي تحصل له أمهات المسائل والأسس، جمع أساس.
لفائدة لغوية. وإنه لما مرت سنوات عشر على خدمتي لهذا الكتاب ارتأيت أن أعيد فيه النظر، فكان أن زدت على الطبعات السابقة ما يعزز هوامشه من النصوص المعينة المعينة على كشف شيء من مضمونه المؤيدة لفصوله، خصوصا فيما يتعلق بالتعريفات لتلك الأصول أو بصحة نسبتها إلى الإمام مالك، مع استدراك لعزو ما فاتني عزوه إلى مظانه من أقوال العلماء، إضافة ما يليق بالمقام من الفوائد المقدمة، أضاف بعض الفوائد إلى تلك المقدمة، وأعني بخاصة المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. وقد شجعني على ذلك ثلاثة أمور: الأول الإقبال منقطع النظير من طرف طلبة العلم على هذا الكتاب، والثاني تكرر الطلب بذلك من بعض الإخوان الذين لا يسعني مخالفتهم، والثالث أن أخالف بعض دور النشر الذين أخذوا جهدنا في الطبعة الأولى التي أصدرناها سنة 2001 تاريخ النصارى، وصوروه ونسبوه لأنفسهم نظرا للطلب الحاصل على الكتاب. فأردت أن أزيد بعض الفوائد في هذه الطبعة الجديدة لتتميز عن طبعتهم والتي هي في الأصل من نتاج جهدنا، ونبرهن لهم أن دفة طلب العلم والمطالعة عندنا لا تتوقف، وأن همنا نشر العلم النافع لا غير. أرجو أن لا أكون قد أثقلته بالهوامش، وإن كنت لا أحبذ منهج الإكثار من الهوامش في التحقيق لولا أن دفعني إليه ما سبق أن ذكرت، آملا أن يعم به النفع ويدخر لي به الأجر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كتبه عبد الكريم قبول، الجمعة فاتح المحرم 1434 من هجرة سيد المرسلين، الموافق 16/11/2012 تاريخ النصارى، بمدينة قلميم باب الصحراء الفرع الأول. وفيه المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، وهو ما سوف نقرأه إن شاء الله في الفرصة القادمة قريبا في صحائف قلائل. إلى ذلك حين استودعكم الله، الحمد لله رب العالمين.